السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في نموذج لأسئلة مادة الاجتماعيات لمحافظات بغداد والأنبار وواسط وبابل 2023. السؤال الأول، عرف خمسة من ما يأتي: محافظة واسط، سد حديثة، شط الهندية، المدرسة المستنصرية، جدول تخلية المجرة، كنيسة مريم العذراء. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الآتية: أولاً، القصر العباسي من أهم المعالم التاريخية لمحافظة بابل. ثانياً، كانت محافظة الأنبار تعرف سابقاً بلواء دليم. ثلاثة، لا ترتفع معظم أراضي محافظة واسط عن 45 متر فوق فوق مستوى سطح البحر. أربعة، تعد الجنائن المعلقة من عجائب الدنيا السبع. خمسة، تقع محافظة بابل في القسم الجنوبي من منطقة الفرات الأوسط. السؤال الثالث، أجب عن فرعين، أكتب عن اثنين من أشهر معالم بغداد التاريخية. فرع باء، عدد فقط: أولاً، أهم مدن بابل التاريخية. اثنين، مصادر المياه السطحية في واسط. جيم، أرسم خريطة العراق موضحاً عليها: أولاً، محافظة بغداد. اثنين، نهر الفرات. ثلاثة، بحيرة الحبانية. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: أولاً، تقع سدة الرمادي على نهر الفرات دجلة النيل. ثانياً، أكبر محافظات العراق من حيث المساحة: بابل، الأنبار، بغداد. ثلاثة، لا ترتفع معظم أراضي محافظة بغداد عن 25، 35، 45 متر فوق مستوى سطح البحر. أربعة، تعد محافظة بابل جزءاً من منطقة الهضبة الغربية السهل الرسوبي المتموجة. خمسة، كانت محافظة واسط تسمى سابقاً بلواء الحلة، لواء الكوت، لواء دليم. سؤال خامس، املأ الفراغات الآتية: أولاً، من أهم مشاريع السيطرة والخزن في محافظة واسط سدة فراغ. ثانياً، يعد نهر فراغ الشريان الحيوي لمحافظة بغداد. ثلاثة، اشتهرت مدينة هيث عبر العصور السومرية والبابلية والآشورية بأنها مصدر لمادة فراغ. أربعة، تقع محافظة الأنبار ضمن منطقة الملاح. خمسة،